أهلا وسهلا بكل الأحبة بحلقة جديدة من برنامج أنا أؤمن. حلقة اليوم بعنوان الإفخارستية. أهم شيء بنعمله نحن المؤمنين أبناء الكنيسة الرسولية هو الالتصاق بالرب يسوع المسيح والثبات بإلهنا عن طريق التناول. بعد ما تعمدنا وأخذنا الميرون وعم نصلي وعايشين حياة توبة مستمرة وفي بحياتنا أعمال محبة ورحمة، أهم لحظة هي لما نلزق بالمسيح ونثبت فيه، لأنه هو حياتنا وخلاصنا وشفائنا وقيمتنا. وهيدا اللي منقوله بكل قداس: أنت يا رب كل شيء بحياتنا. نحن علينا نكب حالنا بحضن المسيح بصدق والباقي كله عليه، لأنه الرب يسوع المسيح هو شفائنا وخلاصنا. وهيدا هو فكر الكنيسة اللي استلمته من المسيح وعشت فيه 2000 سنة. وللأسف عدو الخير قصم الكنيسة على مستوى العالم لما نجح يشكك بعض الناس بالإفخارستية، وصارت تمثل عند كتار من المسيحيين مجرد طقس عم يتأدى بدون لا طعم ولا روح ولا معنى، كأنه مجرد تذكار بالعقل ما إلها لا فعالية باللحظة الحاضرة ولا قوة. وهيدا تماما غير إيمان الكنيسة الرسولية عبر أجيال من 2000 سنة ولآخر لحظة. الإفخارستية بالنسبة إلنا واللي علمتنا إياه إمنا الكنيسة، الإفخارستية قوة وحقيقية، هي حقيقة ونعمة. وإيماننا إنه المسيح موجود فعليا قدامنا، منلمسه ومناكل جسد ودمه ومنعيش فيه. بالحياة الروحية في فرق بين صلاة وصلاة، وبين صوم وصوم، وبين توبة وتوبة، وكمان في فرق بين قداس وقداس بالنسبة للشعب. شو يعني؟ يعني في شخص بيدخل على القداس بإيمانه وقلبه وروحه، هو فايت على السما وفعلا بيعرف ياخد من القداس عمق وغنى وتعزيات وقوة وحكمة وثبات، وبيعرف يخلي كل أمور الدنيا ما إلها أهمية بهاللحظة إطلاقا. وفي شخص تاني بفوت على القداس ووجوده بيكون تأدية واجب أو تخدير ضمير أو نوع من التزام شكلي كونه من هالرعية أو غيرها، واجب بلا معنى. وبيكون كمان عم يتطلع بالساعة ناطر بفارغ الصبر يتناول ويخلص ويفل. إنجيل يوحنا الفصل 6 هو أكبر وأهم فصل على التأكيد وبشهادة الرب يسوع المسيح نفسه عن حقيقة جسد ودمه.
وضرورة الاتحاد فيه عن طريق الجسد والدم من أجل الحياة الأبدية. وهالشي واضح من خلال الآية اللي راح تطلع على الشاشة هلأ. بيقول إلهنا بإنجيل يوحنا الفصل 6: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أحبائي، في وعد صريح وواضح من المسيح اللي رح يأكل جسدي ورح يشرب دمي رح ينال الحياة الأبدية. وطبيعي المؤمن الصح لازم يركض ركض، لأنه العمر بيقطع بثانية وبيروح وكأنه ما كان. المصاري ممكن تجي لحظة وتروح كلها وكأنه ما كانت. الصحة ممكن تروح وتخون صاحبها، لكن الحياة الأبدية مش معقول يقدر حدا يسرقها منك. إذا وثقت وصدقت المسيح، إذا صدقت كلامه ووصاياه. وبيكمل الرب يسوع المسيح بإنجيل يوحنا وبنفس الفصل وبيقول: لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. يعني جسدي رح يتاكل عن جد، ما في أي مجال لأدنى معنى مجازي أو لأي تشبيه. وبيكمل المسيح وبنفس الفصل وبيقول: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. السؤال الأساسي اللي بيسأله المؤمن: ليه ربنا عمل الإفخارستية؟ منكمل بعد هالوقفة. ليه ربنا عمل الإفخارستية؟ سؤال عميق ومهم لدرجة إذا بدنا نجاوب عليه نحن بحاجة لمؤتمرات عن كل كلمة. لكن ببساطة رح نجرب نقول الأساسيات وبطريقة سهلة. السقطة الأولى وقعت البشرية كلها الوقعة بلشت بأكلة. إذن إصلاح كل شيء كمان بأكلة. تاني نقطة، كسروا الوصية، كسروا كلام الرب، رفضوا يأكلوا من إيد ربنا، أكلوا الأكل الغلط. لهيك إلهنا القدوس حل كل الأزمة بأكل جديدة ناكلها من إيده هو مباشرة. وهيدا اللي عمله الرب يسوع المسيح، عمل هالأكل لشعبه، لأولاده، للغليين. وهالمرة اللي رح يسمع من المسيح ويصدقه ويوثق فيه ويأكل من إيده رح يصلح كل شي صار بالماضي. لهيك كتار من الأباء شافوا إنه شجرة الحياة اللي كانت ممنوعة علينا بالعهد القديم هي الجسد والدم المسموح لنا بالعهد الجديد. نحن بالماضي انحرمنا من شجرة الحياة، رجعنا لها بالعهد الجديد من خلال الرب يسوع المسيح، لأنه بكل بساطة هو مصدر الحياة، لأنه المسيح هو ينبوع الحياة، ولأنه كمان هو شجرة الحياة. جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. ربي جسدك
الحياة اللي فقدناها بالخطية استرديناها بنعمة التجسد والفداء والإفخارستية. إذن شجرة الحياة هي عطية، بس كمان هي وصية، هي عطية إلهية، لأن المسيح عم بيقول خذوا كل هذا جسدي، من قلو حاضر يا رب، وهيدا جسدي رح يعطيكم الحياة الأبدية. كتر خيرك يا رب. إذن هي عطية ووصية بنفس الوقت، وهالوصية فيها تحذير، اللي مش رح ياكل مش رح يوصل. إذن هي وصية ملحة، وعيشت فيها الكنيسة من سفر أعمال الرسل. وكمان عكس هالوصية رح يضر الإنسان كتير. لما قال الرب يسوع المسيح بالآية اللي رح تطلع قدامكم على الشاشة، فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. كلام المسيح بيخوف، وكلام واضح وما بيحمل معنيين. كلام بيخلينا عارفين قيمة الإفخارستية. أكيد للي حابب يفهم وحابب يتحد بالمسيح وما عنده أي أجندات تانية. أمام كأسك نهتف بالدعاء، ندعو باسمك، نحاور السماء. لما بيقول الرب يسوع المسيح بإنجيل يوحنا الفصل 6 كلام واضح ما بيحمل معنى مجازي، مش ممكن. يعني مثلا لما يقول الرب يسوع المسيح: أنا هو خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. هل ممكن كلام الرب يسوع المسيح هون يكون كلام مجازي؟ مستحيل. رح ناكل أكلة توقف الموت، كيف بيكون كلام مجازي؟ كيف أكلة بدها توقف الموت وتحمل معنيين؟ شي واضح. وهيدا إيمان الكنيسة اللي عاشت فيه من جيل لجيل. لو ما كان جسد حقيقي كيف بده يبطل الموت؟ عم بيقول الرب يسوع المسيح: هيدا الخبز اللي جاي من السماء إذا أكلوا الإنسان ما بيموت. إذن هيدا هو ربنا يسوع المسيح، جسد حقيقي منأكله، وساعتها مش رح يقدر الموت علينا، خلص انتهى الموت، رح تفوت على القبر كأننا نايمين ورح نوعى من النوم، الموت انتهى، صرنا متأكدين من القيامة ومن الحياة الأبدية بسبب هالأكل المحيي. عم بيقول المسيح
هذا الجسد المحيي. حبي عم بيدوب عم يروي القلوب من سره المحبوب حبه رواني. شوفوا هون دقة كلام المسيح بإنجيل يوحنا الفصل 6. مستحيل يكون كلام مجازي، مستحيل تكون الكنيسة على مدى مئات السنين كلهم فهموا غلط أو كلهم عيشوا غلط، مستحيل. خلينا نشوف الرب يسوع المسيح شو قال بهالآية: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. شوفوا دقة كلام المسيح ودقة التعبير. عم بيقول إلهنا أنا الخبز، ورح تاكلوا الخبز، حتى ما يجي حدا يقول أنا مش حاسس بطعم اللحمة. وين في طعم لحمة؟ عم تسمعوا كلام الرب يسوع المسيح شو عم بيقول؟ رح يضل الطعم خبز، لكن عم بيقول المسيح وعم يعلن إنه هيدا جسده، وصار القرار عندك، رح تصدق المسيح أو رح تصدق لسانك. إلهنا عم بيقول هذا جسدي، خلص انتهى الموضوع، هيدا أمر إلهي. وفي إلحاح واضح بكلام المسيح ليلي بس قدران يسمع ويشوف بتواضع. الشيطان حارب الإفخارستية من زمان، شكك الناس، استغل الكبرياء اللي موجود داخل بعض الأشخاص، لأنه في ناس بسهولة بتصدق إنها بتفهم أكتر من غيرها، وإنه هي أفهم من الكنيسة ومن آباء الكنيسة. وهودي بشكل خاص بفتش عنهم الشيطان ليشكك المؤمنين عبرهم، بكل بساطة لأنه الشيطان فاهم شو يعني إفخارستية. للأسف الناس مش فاهمة، بس الشيطان فاهم. هيدي الأكلة بتنقل الناس من الموت للحياة. وبيجي السؤال اللي بيقولوه: طيب كيف نحن عم نكرر ذبيحة الصليب؟ الجواب غلط. خلونا نرجع نشوف الآية مرة تانية سوا على الشاشة لنجاوب على هالسؤال. بيقول إلهنا: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. وركزوا على كلمة جسدي. أحبائي، نحن ما عم نكرر ذبيحة الصليب، هي عم بيقول إلهنا الخبز الذي أنا أعطيه اللي رح تاكله هو نفسه جسدي، هيدا الجسد اللي انرفع على الصليب. إذن ما في شيء اسمه عم نكرر صليب المسيح أبدا، هو نفس الجسد اللي تعلق على الصليب واللي قام من الموت، هو اللي على المذبح. هيدا كلام المسيح، رح تصدق أو لا القرار عندك. نحن قدام الأمر الإلهي
وقدام القرار الإلهي ما بيقدر المؤمن يناقش ويحط الموضوع بالمختبر. لا، بحكمتك المحدودة صعب تناقش الحكمة الإلهية والأوامر الإلهية، أو إنك ببساطة تشكك بكلام المسيح. أبداً، المؤمن المسيح المزبوط بيقول أمين، وهيدا اللي قالته الكنيسة على مدى 2000 سنة، من الرسل للأباء للقديسين للنساك للرهبان، كل الكنيسة كل الشعب. ولهيك كل المؤمنين بكل قداس بيقولوا أمين، لأنه اللي عم بيصير فوق العقل وفوق الإدراك. شكرا يا رب على محبتك وعلى عطاياك. معقول عم تعطينا أكلة ندخل فيها السماء؟ ومعقول نعند ونصر ما نشكرك وما نقول لك كلمة أمين؟ إذن الرب يسوع المسيح سهل علينا طريق التقوى، وحط كل عمله الخلاصي وقوة الفداء وقوة تجسده وقوة مجيئه لعالمنا وقوة انتصاره على الشيطان وقوة الحياة الأبدية، كلها حطها بأكلة منأكلها ومنعيش فيها. إذن القصة صارت سهلة، تعوا ناكل هالأكل من إيد المسيح وخلينا نعيش للأبد. طيب السؤال، هل أنا حسب أنا ما بستاهل أكلها؟ رح تعمل توبة، رح نتوب بصدق ومن قلبنا ونعمل ندم حقيقي. طيب نحن مش مستحقين، رح نجي لعند المسيح ونقول له أنت بي وكلك محبة ورحمة لأولادك، سامحنا واغفر لنا. رح يقلنا تعوا أهلا وسهلا. الرب يسوع المسيح بيعرف قدرتنا وضعفنا وتقصيرنا، ولا ناطر منا نكون أبرار ليسمح لنا ناكل جسد ودمه. لا، أنا بهالأكلة رح أتقدس وأتغير وأتحضر لأستاهل السماء. ولهيك القديس بولس الرسول قال فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. شو يعني أحبائي كلام القديس بولس؟ القديس بولس عم يقصد اللي كان عم يحكي عنه المسيح، هيدا الخبز الواحد هو اللي تعلق على الخشبة واللي غلب الموت وقام من بين الأموات، وكمان اللي رح يجي بمجد بعدين، هو ذاته على المذبح واللي كلنا صرنا شركاء فيه، وكلنا رح نقوم مع المسيح باليوم الأخير، رح نكون قائمين من الموت منتصرين بسببه مش بسببنا ولا بسبب شطارتنا نحن. كل مرة رح ناكل جسد ودم إلهنا ومخلصنا رح نمجدك يا رب، ونتذكر فدائك وخلاصك وحضورك ومحبتك وقوتك وانتصارك ومجدك اللي ما له حدود، لأنه بفضلك يا رب اطلعنا من الموت للحياة. طيب كيف لازم نتقدم لنتناول؟ لازم نعرف وما ننسى أنه نحن منرجع منخلق خلقة جديدة تنقدر ناكل هالأكلة، مش أي شخص في ياكل هالأكلة من إيد المسيح. كل التفاصيل وأمور كتيرة رح نتأمل فيها بسر الإفخارستية، لكن بالجزء الثاني.
الرب يبارك الكل ويخفف ألم عن كل شخص مظلوم أو قاطع بتجربة صعبة. وانطروني بحلقة جديدة من برنامج أنا أؤمن. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الأبدين، آمين.